نحن اليوم في محطة فاصلة في حياة جهة تربية الصطات لجمعية المواهب والتربية الاجتماعية، لأننا الآن سننظم في هذا الصباح مؤتمرنا الرابع، والذي لا شك فيه هناك مجموعة من القضايا التي ستطرح ستحدد آفاق الاشتغال مستقبلا للمدة القادمة من الحياة الجهة داخل جمعية المواهب والتربية الاجتماعية. بتنظيمنا لهذا المؤتمر نخطو خطوة لتطوير أدائنا على المستوى الوطني، لأن الآن العمل بالشكل التقليدي الذي كنا نشتغل به سابقا لم يعد يتيح لنا فرصة التطور، وبالتالي فإن العمل الجهوي أصبح ضروريا ومؤكدا للانطلاقة جديدة تتلائم ومستجدات الحاصلة في مجال العمل الجمعوي داخل المغرب. الجهة الآن نحن لسنا بصدد تنظيم مؤتمر نعيد فيه أنفسنا، نعيد فيه أنشطتنا السابقة، بل نحن الآن نعمل على تطوير أدائنا من خلال خلق شراكات جديدة مع مؤسسات داعمة، مع جمعيات تعمل في نفس الحقل الذي نعمل فيه، وبالتالي نساهم في تطوير الجمعية من خلال الجهة، وبالجهة يمكن أن نحقق ما تصبو إليه الجمعية انطلاقا من مقرراتها في المؤتمر الأخير. هذه نقطة من البرنامج العام ديال الولاية ديال هذا المكتب ديال التنفيذي اللي فرزوا المؤتمر الأخير، المؤتمر الوطني 16، واللي كيرتكز يعني بواحد الشكل كبير على المسألة التنظيمية داخل الجمعية، واللي بان لينا من خلال يعني التقارير اللي قدمها المؤتمر الأخير بأن هناك يعني واحد النقص وواحد الضعف في العمل الجهوي داخل الجمعية، وبالتالي يعني هذه النقطة من الأولويات ديال المكتب التنفيذي الحالي. وكما كنشوفوا كاينه واحد الدينامية وواحد الحركية على المستوى الوطني، بالتالي راه جهات اخرى تهيكلات اللي كانت كاين الجهات اللي اول مره غتهيكل. بالنسبه لنا احنا داخل الجهه ديال الدار البيضاء هذا المؤتمر الجهوي الرابع، وبالتالي ثلاثه ديال الولايات اللي دازوا ما عطاوش الاكل تاعهم. الان كاينه جديه في التحضير، وكاينه يعني يمكن فعاليات وطنية اللي واقفين على هاد لإنجاح هاد المحطة، ونتمنوا أنه يعني المؤتمر الجهوي الحالي يفرز نخبة اللي كتجمع ما بين الشباب وما بين خبراء اللي مارسوا العمل الإداري والتربوي داخل الجمعية، ويعطيونا جهة نموذجية اللي غادي تشتغل يعني انطلاقا من آخر المستجدات اللي كتعرفها الساحة الجمعوية والمجتمع المدني عامة. حاضرين اليوم باش في الفعاليات المؤتمر الجهوي الرابع لجهة الدار البيضاء الصطات تحت شعار نحو ديمقراطية تشاركية جهوية حقيقية لترسيخ القيم التطوعية. كيجي هذا المؤتمر الجهوي في إطار ضخ دماء جديدة لجمعيات المواهب التربية الاجتماعية، والعمل في إطار المقاربة التشاركية على صعيد الجهات، خاصة كيف كنعرفوا أن جهة الدار البيضاء الصطات واحد الجهة اللي فاعلة وفيها بزاف الديناميات. دونك
كنحاولوا نرسخوا قيم التطوع داخل الجهة، يعني على صعيد يعني ابتداء من الأطفال إلى اليافعين والشباب. سعيد بالتواجد بدار الشباب الأزهر بسيد البرنوسي في إطار فعاليات ودينامية جمعية المواهب للتربية الاجتماعية، انطلاقا من الاجتماع المكتب التنفيذي الأخير بمدينة مراكش، والذي أقر على ترسيخ أنشطات وإعادة تأسيس وتجديد مكاتب الفروع ومكاتب الجهات على الخصوص. ونحن اليوم بمحطة إعادة انتخاب المكتب الجهوي لأكبر جهة الجمعية المغربية، جهة الدار البيضاء سطات، في إطار مؤتمرها الرابع المنعقد تحت شعار نحو ديمقراطية تشاركية جهوية حقيقية لترسيخ القيم التطوعية. نامل أن يتمر هذا الجمع العام العادي الانتخابي مكتب سيكون بمثابة قاطرة لأنشطة جميع فروع الجمعية. والسلام.